بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. مزدلفة هي المكان الذي يبيت فيه الحجاج بعد الإفاضة من جبل عرفة، حيث يمكثون فيه إلى ما قبل طلوع الشمس ويجمعون منه الحصى لرمي الجمرات. ونجيب في هذه الحلقة عن السؤال: لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ ونتعرف على الأسماء الأخرى لمزدلفة. تقع مزدلفة بين منى وعرفات، ويحدها من الغرب وادي محسر، ومن الشرق جبلان يقال لهما مأزمة عرفة. اختلف أهل الفقه حول حكم مبيت الحجاج في مزدلفة، فمنهم من قال إنه فرض لا يصح الحج بدونه، وممن قال بهذا الرأي بعض أئمة المذهب الشافعي، وهناك من قال إنه واجب وليس ركنا، وأن من تركه فإن حجه صحيح ولكن عليه دم، وقال بهذا الرأي الحنابلة. أشار القرآن الكريم إلى مزدلفة بالمشعر الحرام، وذلك في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وأوضح ابن كثير في تفسير القرآن العظيم سبب تسمية مزدلفة بالمشعر الحرام، وهو أنها تقع داخل الحرم، والمشعر من الشعائر وهي المعالم، وقد سمي المشعر الحرام لأنه يحرم فيه الصيد، وهو ما يحرم داخل جميع الحرم. لمزدلفة ثلاثة أسماء: أولها اسمها المشهور المتعارف عليه مزدلفة، وتسمى كذلك المشعر الحرام كما في الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والاسم الثالث هو جمع، وقد ورد هذا الاسم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحرت هاهنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفت هاهنا وعرف كلها موقف، ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف. كلمة مزدلفة مشتقة من المادة اللغوية زلفة، وهذه المادة تعني القربة والدرجة والمنزلة، ومن هذه المادة اشتقت كلمة الزلفة ومعناها القريب، كما في قوله تعالى: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، والمعنى لما رأوا العذاب قريبا. ويشير معجم تاج العروس لمرتضى الزبيدي إلى معنى آخر لكلمة الزلفة، وهو الزمن من أول الليل، سواء كان قليلا أو كثيرا، وجمع الزلفة هو الزلف. وأشار المعجم إلى أنها تعني ساعات الليل الآخذة من النهار، وساعات النهار الآخذة من الليل. وقد جاءت كلمة الزلف بالجمع في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. ويقال إن الزلف تدل على المغرب والعشاء، ومعنى الزلف يقترب من المعنى العام لمادة زلفة التي تدل على التقريب، فالزلفة تدل على وقت الليل القريب من النهار ووقت النهار القريب من الليل. كما اشتق من مادة زلفة كلمة الزلفة التي تدل على التقريب الشديد، كما في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفة. اشتقت كلمة المزدلفة أيضا من مادة زلفة، وجاءت بصيغة اسم الفاعل، وأصلها من الفعل ازدلف على وزن افتعل، وتحولت التاء إلى دال كما في الفعل ازدحم من زحم، وازدلف معناه اقترب أو تقدم.
وأما معنى مزدلفة فإنه قريب من معنى مادة زلفة، فقد أشار معجم تاج العروس إلى أنها سميت بهذا الاسم لأن الحجاج يتقربون فيها إلى الله تعالى، أو أنهم يقتربون من منى بعد الإفاضة من عرفة، أو لأن الحجاج يأتون إليها في زلف من الليل، أي في وقت المغرب والعشاء. لمشاهدة الجديد دائما يمكنكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتسجيل الإعجاب وإبداء الملاحظات والاقتراحات في التعليقات.